عمر مساء الخير. عمر مساء الخير. عمر انت اليوم شاب 30، لما تعجب بصبية شو اول شي بتعمله؟ اول شغلة وقت اقعد جنب صبية اكيد تكون محدد مسبقا مين هي الصبية اللي رح اقعد جنبها، صديقة، رفيقة او خطيبة. قسمة مصاحبة نحن ما عندنا اياها، اوكي؟ يعني انا مسبقا محدد مين هي الصبية اللي رايح اقعد جنبها، زميلة جامعة او اخت او بنت عم. هيدا هو. شو يعني اذا اليوم انت شاب عمرك 30 سنة يعني منك مصاحب؟ اكيد لا. متفاجئ بعرف. عم بسألك مش قصد متفاجئ. اكيد مش مصاحب. بخلال ولا مرة؟ ولا مرة. خلال فترة الجامعية كان عندي رفقة بنات ما اكثر، وكان في عندي حياتي المهنية او حياتي الدراسية كانت اولى واهم من اني فتش على بنت صاحبها او الحق مثل ما بيقولوا الناحية العاطفية عندي. كان عندي اني حقق هدفي اني اوصل لمركز مرموق بالمجتمع واني يصير محامي، وهذا الشيء الحمد لله بعدني ماشي عليه. بس هيدا ما بيمنع اذا انت صاحبت بنت، يعني هيدا ما بيمنع. هيدا صحيح، انت عم تحكي وجهة نظر صحيحة، بس عندي شيء بيمنعني، تقاليد مجتمع، أسس، نظام. بس اليوم المجتمع بقول الشاب اليوم بيظهر وبصاحب، يعني هيدا يكون موقف على البنت بناقشك فيه، ولكن اليوم المجتمع بقول انه اليوم الشاب للاسف الشاب انه بصاحب وبيظهر وخلي يجرب يكون عنده تعدد علاقات قبل ما يقرر يتجوز. لا اكيد لا، هيدا مفهوم خاطئ. يعني اعطيك مثل صغير، مثلا اذا انا شفت بنت ايه ما دغري اذا عجبتني حروح اخطبها. عندك فتره ما بين الشهر والسنه براقبها من دون ما تنتبه، تصرفاتها، حركاتها، مع مين بتراقبها؟ براقبها من دون ما تنتبه. اكيد. وبلا ما هي تنتبه؟ بلا ما هي تنتبه. إيه؟ هيدي رح تصير شريكه حياتي وشريكه حياتي. رح كيف بتراقبها؟ يعني شو يعني بتراقبها؟ يعني اذا ظهرت مثلا افترض على القهوه مع رفقاتها البنات، بطلع بقعد بالطاوله اللي جنبها، بسمع حديثها، منطقها، مع مين بتروح، مع مين بتطلع. هي تعدي على الحياه الشخصيه. لا صار. مش تعدي. هيدا هي رح تصير شريكه حياتي. ايه انا من حقي اعرف وين بتروح وين بتيجي من اهلها. وهي بعد ما معها خبر انك انت عم بعد ما معها خبر بسمع حديثها. إيه؟ شو عم تعمل؟ شو عم تحكي؟ شو اكيد زياد حتغير حديثها. لا مش رح تنتبه انه انا عم راقبها. لا بس بتصور تكتشفها، ما بدك هالقد سنه يعني، بتصور تشوف تصرفاتها ممكن من اول لقاء تعرف. سوري مدام انا قلت بحدود من الشهر للسنه. وشو اللي بخليك تقول ستوب؟ لك ما بتوقف تراقبها؟ ما بقى تراقبها اذا ما قابلت فيني اكيد حضرب فراق. وشو اللي بتراقبه بيزعجك بتقول خلص ما بقى بدك؟ اذا شفتها مثلا ظهرت مع شاب او حركات او عملت اشياء لا اخلاقيه او اشياء مش مزبوطه. شو يعني الاخلاقيه بمكان عام؟ بمكان عام شو يعني الاخلاقيه؟ اذا ظهرت مثلا مع بسياره فايمه لنفترض، انه شو رايح تعمل؟ ايه بضرب فريم انه هيدي مش بنت منها مزبطه، كون مصاحبه. اوكي اذا صاحبت وين المشكله؟ اليوم اذا كانت بنت كان عندها علاقات قبل، بتعرف تعرفت على شباب، ومش يعني حكما يعني عم بقول مصاحبه، يعني حكما علاقه جنسيه، يعني عم بقول اذا كان تعرفت على شباب ان كان في علاقه او ان كان ما في علاقه، بتكون هي نضج خيارها، صارت تعرف حالها مين بدها، بتصير بتنقيك عن نضج اكثر اذا بدها. هذا الشيء بيصير تحت مفهوم اسمه خطبه. ايه يعني تخطب 100 مره ولا تصاحب مره واحده. اكيد. استاذ مالك في دور للاهل كثير كثير ضروري بهيدي الحياه. البنت ما اجت من فراغ. الاهل اي ضمانات بيعطوك؟ ليه بدك الاهل لتصير علاقه مقبوله بصير بالنسبه لك؟ اليوم كشاب بتفوت على بيتها انت بصير بفوت على بيتها انت بموقع خطيب مش بموقع مصاحب او مصاحبه. اوكي الشاب احي صاحبها، ظهر هو اياها، راح اخذ بده اياه بعدين رماها. انا مع الخطبه ضد المصاحبه علنا. انا بفتخر كوني انا شاب شرقي. يعني ما حدا بيستمي الا امي بكل صراحة عم حكيك اياها. انا ماني مصاحب قبل، يعني معناتها رح ادور على بنت مثلي. اليوم عمري انا بدي احييك على صراحتك بغض النظر اذا واحد يختلف معك او بوافقك باللي عم تقوله، ولكن اللي عم بتقوله اللي انا برفضه على الصبية برفضه ايضا على حالي. استاذ مالك انا مع الخطبة ضد المصاحبة علنا، انتهى الموضوع. اليوم الرجل اللي بيرفض يكون في اي علاقة عن 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 خطيبته، عن مرته المستقبلية، يكون عنده اي علاقات سابقة، هل هي ازمة ثقة بنفسه، بخاف من مقارنة مستقبلية تقارنه برجال اللي مرقوا بحياته قبل؟ لأنه عم بحكي مرقوا رجال بحياته، مش يكون في علاقة جنسية، عم بحكي يكون في تجارب عاطفية بغض النظر عن. اكيد انا ضد هذه الفكرة. انا اذا عجبتني بنت خاطبة قبلي بتزوجها، بس اذا كانت مصاحبة قبلي ما بتزوجها.
إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.